أم الأسير وسام العباسي، مواليد 1977، اعتقل ب 27/8/2002، حكموا عليه في 26 مؤبد 40 سنة. طبعا توفى أبوه كان عمره 13 سنة، وهدموا بيته بعد 5 شهور من اعتقاله. طبعا أجوا على بيته، نعفوا الأواعي، كانت بنته صغيرة كان عمرها 4 شهور. لما تقول نزلت على 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 داره، تفاجأت أنا كيف يعني المنزل منكوش، كيف مرته وكيف بنته. تأثرت كثير، يعني أنا مش قادر أستوعب. فأجوا فجروها، يعني قعدوا من الساعة 9 للساعة 11 هم يحطوا فيها متفجرات. هناك الزيارات تفتيش يعني غير شكل، يعني ما حداش بس بتحملوا التفتيش. بندخل بخلونا بالساعات يعني في غرفة الانتظار، لما يجي على بالهم هم انهم يدخلونا. هناك برضو اول شيء كان في شبك، وكان في عاد من الشبك اننا نحكي معاهم. بعدين هم تطوروا، حطوا زجاج وتلفونات، يعني شو بدنا نشوف فيهم ولا ايش، حتى اللمس ما ليش نلبسهم. انا كنت يعني ما احكيش معاه قد ما اطلع فيه، بس انا بس بدي اطلع فيه اشبع عيني منه، كيف وجهه، كيف جسمه، كيف صحته، في كل شيء. كان اللي يعني اكثر شيء يعني يلمني انه بس الزياره تخلص. اصعب شيء في الزياره بس الزياره تخلص. اخر زياره دخلت فيها عن بنته عنده، انا قلت بدي يعني امشي معاها عشان يعني انه بس يفتح الباب اني امسك واسلم عليه، بس رفضوا خلونيش. لقاء يعني الكل بدمع عليه وكل بعيط عليه، تجري من اول الكرادور اللي عنده هو واقف، وهي اجراي عشان تعبطه. هاي اصعب اشي، ان يعني انا كيف مسكها، كيف حطها على حضنه، كيف عبطها، كيف هي حرام خجلان، يعني ما عاشتش معه ولا حملها زي الناس، ولا حملها زي الابوة اللي بيحملوا اولادهم. انا يوم مثلا اشوف بنته، اشوف مثلا مرته، غصة في نفسي. احكي لك انه درس للصف التاسع، هلا جوا السجن قدم توجيهي ونجح الحمد لله، ودرس في الجامعة التطبيقية في غزة سنتين دبلوم بالفقه، ما شاء الله يعني جاب علامة كويسة. بعدين درس 4 سنين أربع سنين جامعة التاريخ، لسه يعني لسه ما تخرج يعني. يعني إنه أشغل نفسه بالدراسة. كل رمضان يعني 15 رمضان هذول اللي مركوا مش هو مش معانا. أكم عيد يعني 28 30، لسه ما جاش يعني 30 عيد، يعني إنه بدي يصير، بس إن شاء الله إنه الفرج قريب.